خمس مهارات يجب أن تمتلكها لتكون مدير مشروع ناجح. مدير المشروع يجب أن يتمتع بمهارات عديدة بجانب المهارات والخبرات الفنية المتعلقة بمجال عمله والتي سوف يستخدمها لإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه. في هذا المقال سوف نتعرف على خمس مقالات يجب أن توجد في مدير المشروع الناجح، وهي كالتالي: أولاً، مهارات التقديم. واحدة من أهم المهام التي سيكون عليك القيام بها بشكل متكرر هي عرض أفكارك وكذلك التقدم الذي أحرزته في مشروعك. فإذا لم تكن قد قدمت البيانات لكبار المديرين من قبل، فهذا قد يتسبب في غضبهم، وقد يتسبب هذا التفكير في إبعادك وتفضيل شخص آخر عليك. ثانياً، مهارات الاتصال. وظيفة مدير المشروع تنطوي على إجراء الاتصال والتواصل مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشخاص، لكل منهم دوراً مختلف. فإذا كنت مدير مشروع، سوف تحتاج لشرح مشروعك للمسؤولين التنفيذيين بشركتك، الموظفين القائمين على المشروع، المستخدم أو المستفيد من المنتج الذي سوف ينتجه المشروع الذي تديره، وغيرهم من الأشخاص. ثالثاً، حل المشاكل. حل المشاكل هنا بالنسبة لمدير المشروع لا تعني المشاكل التقنية، ولكنها تعني تلك المشاكل التي تأتي كلما عمل مجموعة من الناس معاً بشكل وثيق لفترة طويلة. فقد تجد أن اثنين من أعضاء فريق العمل علاقتهم مع بعضهم سيئة، أو أن علاقتك مع أحد العاملين في الفريق ليست جيدة. رابعاً، التأثير على من حولك. أحد أكبر التحديات التي قد تواجهك كمدير للمشروع هو محاولة التأثير على الأشخاص الذين ليس لديك سلطة عليهم، وقد يتحدد نجاحك كمدير للمشروع على مدى قدرتك على التأثير على من حولك. خامساً وأخيراً، القيادة. كل مشروع يحتاج لقائد يقود سفينة المشروع لبر الأمان حتى عندما تتعقد الأمور، وهذا هو دور مدير المشروع. إذا كنت قادراً على أن تظهر مهارات القيادة في إدارتك للمشروع، فإن المشروع سيحقق النجاح المرجو منه. أما إذا كنت لا تستطيع أن تكون قيادي وإظهار ذلك للناس من حولك، فمن الوارد أن تواجهك مشاكل كثيرة في عملك.